وللمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف ترى زيارة الرئيس الصربي لمصر وهذه العلاقات المتبادلة التاريخية بين الرئيس الصربي والرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي القناه الاولى المصريه. طبعا في ظني وتقديري ان العلاقات المصريه الصربيه اخذت منحى اكثر قوه وصلابه واصبحت اكثر رسوخا في ظل ان القياده السياسيه المصريه سعت وبكل قوه الى توسيع وتنويع شراكتها الاستراتيجيه بما يحقق المنفعه الكبيره للدوله المصريه، وبالتالي هذه العلاقات هي علاقات ثابته وراسخه وممتدة منذ عام 1908، وكانت في عهد القيادة السياسية المصرية الحالية انتقلت هذه العلاقات إلى آفاق أرحب، باعتبار أنه كانت هناك زيارة مهمة للرئيس السيسي في شهر يوليو 2022، وهذه الزيارة كرست العلاقات أكثر رسوخا وثباتا في ظل أنه تم منح القيادة السياسية المصرية الدكتوراه الفخرية، وهذه العلاقات ترسخت وجود قيم سياسية واقتصادية مختلفة بعيدا عن العلاقات التقليدية، وبالتالي الزيارة ستفتح آفاق أرحب في ظل أن هناك تطابق في الرؤى بين مصر والكثير من دول الاتحاد الأوروبي، وده اللي شاهدناه من انعقاد أكثر من قمة سابقة. كانت هناك زيارة مهمة لفون فان دير لاين ومعهم 6 دول أوروبية، وهي القمة المصرية الأوروبية التي أكدت على تطابق المواقف المصرية الأوروبية، وأيضا مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد كأول رئيس عربي شرق أوسطي يشارك في هذه القمة، والآن تفتح القاهرة أبوابها إلى الدولة الصربية في ظل نجاح الدولة المصرية في تعظيم دورها الكبير اللي بتلعبه باعتبارها هي عامل الاستقرار الأول في منطقة الشرق الأوسط. نعم، ما المأمول وما المتوقع من هذه الزيارة؟ يعني أرى أن هذه الزيارة ستؤكد على الكثير من القضايا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. على المستوى السياسي، منطقة الشرق الأوسط بتعج بالكثير من الأزمات التي تحتاج إلى تضافر الجهود المصرية العربية الأوروبية وغيرها مع القوى الدولية من أجل السعي وبكل قوة إلى إيجاد حلول ناجعة وإنهاء الكثير من النزاعات في العالم، على اعتبار ان العالم الان يئن من كثره الصراعات والنزاعات المتتاليه، وبالتالي تحتاج الدوله المصريه الى ايجاد ظهير حقيقي لكيفيه دعم رؤيتها الاستراتيجيه لانهاء واضح للكثير من الصراعات. يعني حجم الصراعات في العالم كان من المفترض انها تعج حوالي 65 دوله في صراعات كثيره في دول العالم بشكل عام، وزادت هذه النسبة لتصل لأكثر من 95 دولة، بالإضافة أيضا إلى أن عدد اللاجئين على المستوى العالمي قد وصل إلى أكثر من 108 مليون لاجئ، وده رقم كبير جدا بيدل على أن هناك عدم استقرار دولي كبير في الكثير من دول العالم، وبالتالي القاهرة تسعى إلى إيجاد حل دائم فيما يخص القضية الفلسطينية والسعي بكل قوة إلى وقف إطلاق النار، تسعى إلى إيجاد حل شامل للدولة للأزمة الداخلية في السودان، وأيضا استقرار الأوضاع في ليبيا والكثير من القضايا الملحة التي تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية. أما على المستوى الاقتصادي فالقاهرة أصبحت هي قبلة للمستثمرين الأجانب بشكل كبير، نجحت في إيجاد بيئة خاصبة، وهناك أيضا السعي من خلال زيادة التبادل التجاري بين مصر وصربيا، لأنه بالنسبة لعلاقات البلدين القوية سياسيا لا ينعكس هذا على الشق السياسي، باعتبار أن حجم التبادل وصل إلى ما قرابه 113 مليون دولار، وده رقم قليل بحجم العلاقات القويه اللي بتجمع الرئيس المصري بالرئيس الصربي، وبالتالي ارى اننا سنفتح افاق ارحب في الكثير من المجالات في ظل ان مصر موقعها الاستراتيجي وربطها بين 3 دول واعتبارها البوابه الرئيسيه للقاره الافريقيه، كل ذلك يؤكد على اننا في الطريق الصحيح نحو تنويع وتوزيع شراكتنا السياسيه والاقتصاديه. كيف تقيم دور الدبلوماسية المصرية ليس فقط في البحث عن شركاء جدد، ولكن أيضا في ترقية مستوى العلاقات على سبيل المثال بين مصر وصربيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأيضا في التوازن بين كفتي الميزان الدولي بين كافة الشركاء والدول؟
يعني القاهرة كما أكدت لحضرتك يا فندم هي نجحت في توسيع وتنويع شراكاتها الاستراتيجية، وكان في زيارات مهمة جدا للقيادة السياسية المصرية إلى قارة آسيا وتحديدا إلى الهند وأرمينيا أيضا وأذربيجان، والسعي بكل قوة إلى تنويع هذه الشراكات بما يخدم مصالح مصر الاستراتيجية، في ظل أن مصر تعتمد سياسة واضحة وهي سياسة رابح رابح أو وين تو وين، التي تؤكد على تحقيق المصالح الاستراتيجية بين الكثير من الدول. ونجحت مصر في إقامة علاقات قوية مع كافة الأقطاب الدولية المهمة في العالم، سواء روسيا سواء الصين سواء، واحتفظت بقوة بعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى أن مصر من خلال سياستها المتزنة والرشيدة والحكيمة جعلت الكثير من دول العالم تنظر للدولة المصرية وتعول عليها في الكثير من القضايا الملحة والمساعدة على الاستقرار العالمي في منطقة الشرق الأوسط، وده اللي شاهدناه على مدار التسعة أشهر الماضية، التي أكدت أن الدبلوماسية المصرية حققت اختراقا كبيرا ونجحت في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد ظهير دولي حقيقي وتغيير موقف المجتمع الدولي، وبالأخص أوروبا التي لأول مرة تصوت منها 12 دولة أوروبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية. كل هذه المعطيات تؤكد على أن الدبلوماسية الرئاسية والرئيس السيسي تحديدا نجح في نسج شراكات قوية تخدم الدولة المصرية وتحقق نقلة نوعية في علاقات مصر مع الكثير من الدول. هناك اهتمام بين البلدين كما ذكرت منذ قليل في التبادل التجاري، ونعلم بالطبع بأن قيمة الواردات والصادرات ارتفعت بين البلدين في عام واحد تقريبا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، زادت نسبة الصادرات تقريبا إلى يعني ضعفها. كيف يمكن البناء سريعا على ذلك واستغلال وجود الوفود واستغلال وجود منتدى الأعمال المصري الصربي لتنفيذ يعني العديد من مذكرات التفاهم الفاعلة على الأرض؟ يعني القاهرة لديها من الخبرة والقدرات والمميزات التي تجعل أي دولة في العالم الآن تريد أن يكون هناك زيادة في التبادل التجاري بين القاهرة وكافة دول العالم، لأن الدولة المصرية نجحت فيما لم تنجح فيه دول أخرى في سنوات وعقود طويلة، وهو إنشاء بنية تحتية قوية، العمل على إيجاد قوانين جاذبة للاستثمار المباشر وغير المباشر، لأن الدولة المصرية أصبحت بها يعني أعلى العوائد الاستثمارية عالميا، وبالتالي في ظني وتقديري أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، في ظل أننا نبحث عن زيادة حجم الصادرات بين البلدين فيما يخص المنتجات الزراعية، وأيضا الكثير والكثير من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وصربيا، والتي تؤكد على رغبة البلدين في إقامة علاقات أكثر رسوخا وأكثر ثباتا، تؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية والصربية وزيادة حجم التبادل التجاري، مما سيؤدي قولا واحدا إلى أن يكون هناك نفع عائد على شعوب البلدين الشقيقين. الحكومة المصرية أكدت أيضا الاهتمام بتعزيز التعاون مع الشركات الصربية في مختلف المجالات، حتى يا دكتور حامد في الحديث عن تطوير النقل النهري، وده بالطبع يعني له العديد من الفوائد الاستثمارية والاقتصادية الكبيرة، يعني الحديث عن محورية نهر النيل والدانوب والاستفادة من يعني خطط تطوير نهر النيل بما يعني يكون صالح لنقل البضائع، وأن يكون محور ملاحي هام جدا في نقل البضائع. كيف ترى ذلك اقتصاديا واستثماريا؟ يعني هناك رغبات متزايدة وهناك إرادة سياسية مشتركة بين قادة البلدين للعمل على زيادة الاستثمارات في الكثير من القطاعات، وكما حضرتك أشرتي وبالأخص في مجال النقل النهري وأيضا في المجال السياحي والعقاري، وأيضا من أهم القطاعات اللي بها تبادل بين الجانبين هو قطاع السكك الحديدية، واللي بيعد من أهم الأنشطة التعاونية بين البلدين مصر وصربيا، وبالتالي أرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح في ظل أن هناك رغبة لتعظيم دور النقل النهري بين البلدين واستخدام نهر النيل بما يتوافق مع أهميته الاستراتيجية
الداخليه للدوله المصريه، وايضا العمل على هذا الشق سيؤدي قولا واحدا الى زياده حجم الاستثمار في هذا المجال المهم، والذي سينعكس بشكل كبير على زياده حجم التبادل التجاري، زياده الانشطه والاتفاقيات التي وقعت في الكثير من المجالات. وبالتالي ارى ان القاهره وبلغراد يسيران في اتجاه تعظيم النشاط التجاري والاستثماري واستغلال العلاقات الاقتصاديه العلاقات السياسيه الجيده لنقلها الى افاق ارحب فيما يخص المجال الاقتصادي. نعم، الاستفاده ايضا من الواردات الصربيه في العديد من المجالات التي تحتاجها مصر، على سبيل المثال الاخشاب، المعدات، التكنولوجيا، الخبراء في هذا المجال، وايضا نقل المواد الخام. طبعا يعني طالما هناك ثبات في العلاقات السياسية القوية ستنعكس هذه العلاقات على الكثير والكثير من الأنشطة المختلفة، بالأخص في مجال التعاون الاقتصادي، خاصة أنه تم توقيع الكثير من الاتفاقيات واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر والعربية وأيضا جمهورية يوغوسلافيا الشعبية، ده تم توقيعه في القدم منذ عام 1961 على اعتبار أن العلاقات المصرية الصربية قائمة منذ عام 1908، وده دليل قاطع على أن هناك رغبات متزايدة لزيادة حجم التبادل التجاري، لزيادة العمل وبشكل كبير على العمل على فيما يخص يعني الكثير من الأنشطة. احنا من أهم الواردات المصرية من صربيا هي الذرة الصفراء وأيضا الخشب والزرارات والكثير من المواد البروتونية وطرق خارجية للهواء، كلها أنشطة مهمة جدا. هناك رغبات لتوسيع وتنويع الشراكات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق النفع والعائد على الدولة المصرية والدولة الصربية. نعم، الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.